好，接下来要出场的就是中国队选手朱大庆和他的领滑员严涵涵。تعاني تشو داتشين لاعبة التزلج الألبي الصينية لدورة الألعاب البارالمبية من ضعف بصري خلقي في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين لعام 2022. فازت تشو داتشين بأربع ميداليات، منها ثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية. 如果我什么都不知道，我跟你对话的话，我不觉得你有任何的问题。我这个两个眼睛的晶体是假的，是人工的。这个晶体就是像之前老式的这个诺基亚手机，它的这个画面就是，如果你在移动当中去拍照的话，你是模糊的。那你现在看到的东西，如果说它是动的，那你用你现在的晶体看到的是什么呢？ 就是模糊，然后没有办法锁定它真正的位置在哪里。实际上我接触一个新的事物，或者是我今天会给别人打招呼啊，你好你好，我会通过声音，然后第二次他再给我打招呼，我会迟钝一下，我说哦，这位老师，然后这位美女，这位哥哥是谁，然后我就会迟钝一下。 في الخامس من مارس عام 2022 وقفت تشو داتشين على مضمار التزلج الألبي لمجموعة المتزلجات المعاقة بصريا. كانت لاعبة سباقات المضمار والميدان وتدربت على التزلج الألبي لمدة 3 سنوات. تم اختيار تشو داتشين البالغة من العمر 13 عاما من قبل فريق مقاطعة خوبي لتصبح لاعبة سباقات المضمار والميدان. 我接触到了残疾人体育，也看到了很多就是跟我一样的这些队友们。从那之后就开始，我说那我要做一个自信、阳光、勇于面对困难的人。我必须要去直视每一个帮助我，然后也支持我的人，然后也要去直视任何的困境。 نقلت الرياضة تشو داتشين إلى عالم جديد. في عام 2005 تم اختيارها للمنتخب الوطني وفازت بالميداليات الذهبية وحطمت الأرقام القياسية الوطنية مراراً. كانت دورة الألعاب البارالمبية لعام 2008 في بكين هي فرصتها لتحقيق حلمها، ولكن أثناء استعدادها تدهور بصرها بسرعة، فنصحها الأطباء بإجراء عملية فوراً وإلا فستصاب بالعمى تماماً. 18岁的时候，你面对的这个巨大的选择是什么？一个是自己的梦想，一个是人生中的光明。当时我教练就说：“他说，闺女，教练想让你健健康康的，最起码留着那一束光。” 你可以去看其他的运动健儿们在赛场上去拼搏，去为之奋斗。然后教练看到你这样，然后我也会特别的这个欣慰，因为人的身体是一辈子的事情。对，所以后来我就做出了人生中最难的抉择。 بسبب الجراحة غابت تشو داتشين عن دورة الألعاب البارالمبية لعام 2008 في بكين، وهذا جعلها حزينة للغاية. 你觉得那一次18岁的时候，你没有能参加北京奥运会，你丧失掉的是什么？就是两个字儿，遗憾。是遗憾，是很难面对。我觉得自从经历了那次之后，我就觉得。 真的，面对困难比面对遗憾简单。我不怕困难，我就害怕留下遗憾。中国选手朱大清，比赛开始了。بعد تعافيها من الجراحة عادت تشو داتشين إلى الساحة، وفي عام 2015 فازت بكين بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب البارالمبية الشتوية لعام 2022، وأتيحت الفرصة لتشو داتشين للتعويض عن ندمها. 我还在这个田径那边在训练
当时万科长就说，你看咱们这个北京也申办那个冬奥成功了，然后说那个你要不要说去那个练一练这个越野滑雪。我说可以，只要给我机会，只要给我任何的就是推荐任何的冬季项目我都愿意。التزلج القلبي من الألعاب الخطيرة حيث يبلغ الفرق الأقصى للانخفاض الرأسي للمضمار ما يقرب من 1000 متر وقد تتجاوز سرعة الانحدار 130 كيلو مترا في الساعة مما يفرض متطلبات عالية على اللاعبين من كل الجوانب. 对你来讲，眼睛看得不清楚，而且在雪上已经变得什么都看不见了，你怎么能有速度？不害怕速度这几个字说出来真的是太简单了，然后做起来真的是太难了。也是由害怕到不害怕的是吧？我害怕的是摔的那一瞬间，我害怕说我摔伤之后我没有办法拿出更好的这个身体状态去参加奥运会，我害怕的是这个，我害怕的是错失机会。最后一个出场的就是中国队的运动员朱大庆，加油大庆。领航员是严涵涵。ولأنها لم ترغب بتذوق طعم الندم مجددا أصرت تشودا تشين البالغة من العمر 32 عاما على المشاركة في المسابقات الخمس للتزلج القلبي رغم إصابتها قبل المسابقة.